أطفال نزحوا من الحرب نحو الموسيقى ليحفظوا بعلمهم تراث المنطقة في وجه محاولات محوه. المحترفون الصغار 24 طفلاً سورياً وفلسطينياً خرجتهم مخيمات النزوح ومعاناته موسيقيين، سنتان تعلموا فيهما بمدرسة العمل للأمل للموسيقى ضمن أحد مشاريع اليونسكو، تدربوا على العزف والغناء ودرسوا تاريخ ونظريات الموسيقى والنوتة الموسيقية. أنا بتصور إنه الموسيقى هي الرد الحقيقي اللي ممكن يرجعنا لوضع قابل للعيش مثل ما كنا عايشين من 10 سنين، وبتصور أنا أنه الشيء اللي صار فينا هو نتيجة أهمال هذه الجوانب اللي هي الجوانب الفنية والجوانب الثقافية، وبالتالي نحن للجيل الجديد عم نحاول نرجع شيء فقدوا المجتمع بشكل كامل. الأولاد اللي عندي أنا ما بيعرفوا إيش هي الغنية وقت اللي بلشوا، ما بيعرفوا حالهم إذا موهوبين لا اليوم صاروا موسيقيين على أساس موسيقي فقط، على أساس شغله للطالب، اهتمامه، على أساس ابنه، مواهبه الأصلية إيقاعياً إن كان أو نغمياً، فالاختيار شديد. بكرة الساعة 7:30، 7:30 إحنا قاعدين بهذا المنظر كلنا بدون صوت، لابسين هدوم الحفلة وجاهزين. تحرص بسمة على إتمام كل التفاصيل، التدريبات على أشدها قبل حفل تخرجهم في مسرح المدينة الجمعة في 22 من أيلول الساعة 8:00. الدعوة مجانية ومفتوحة ليسمع الجمهور ألحاناً من التراث السوري والمصري والعراقي. بعزف بوزوق اللي هي هاي الآلة الساز، وغيرت فيني إني صرت كتير رايقة، صرت عن جد موسيقية، صرت أسمع للناس، صرت أحس بالموسيقى اللي عم بعزفها، غيرت لي نمط حياتي كله، صار كان عندي فراغ كتير بالحياة، ما كنت أشتغل شيء، صرت هلا كعازفة كفنانة عم بطلع على مسارح، عم أبسط الناس، عم خليهم يعرفوا إنه عن جد حتى من صغر سن عنا مواهب كتير كبيرة وبنقدر نعمل كل شيء للحياة. أنا بعزف على آلة العود، والإضافة إلى ذلك بغني، بحب كتير العود، بغير لي كتير شغلات بحياتي، بس كون زهقان زعلان بحسه بيحكي مثل رفيق. كان عنا فرقة كنت غني فيها، بس ما كنت أعرف أعزف عود، بس كنت كتير حابب أتعلم، وبس فتت على المدرسة صرت أعرف أعزف عود وحققت لي ببالي، بس عم كفي طريقي. اختار المنظمون عنوان محلى نرها للحفل، اختيار ليس عن عبث، إذ إن الشمس ستشع من بين أنامل هؤلاء الأطفال، أطفال كسروا حواجز جنسيات مفتعلة بخطوات محصنة بالثقافة نحو الموسيقى. فتون رعد، قناة الجديد.